محتوى التعليم مرتبطه بظروف الامتحان. تمام. ده يتم علاجه ازاي؟ هو وزير التربيه والتعليم قبل ما يبدا الامتحان هو بيطلب من كل مديرين المديريات ومديرين الادارات التعليميه يهيئوا الاماكن الامتحانات بشكل لائق ويتاكدوا ان كل حاجه ايه. بس واضح ان في قصور يعني كويس جدا. وفقا دلوقتي بقى في ضوء ده هو دلوقتي في نظام بقى الفار اللي احنا اتكلمنا عنه. فكره الكاميرات. بس الفار بيبص على الطالب ولا بيبص على المدرسه على وحاله اللجنه؟ لا على كل حاجه. ما هو الطالب جوه اللجنه. زي مثلا الحاله اللي قالت ان هو ايه سحب الورقه بدري قبل الميعاد. الساعه موجوده وبتسجل الفتره اللي قاعد فيها الطالب. فلو اكتشفوا او اتعرف ان بيثبت فعلا ان ده خد قبل يبقى ابتدي يتحول للشؤون القانونيه الملاحظين. يعني الفار ده بيراقب كل اللجنه؟ هو كده الكاميرات دي كده بتحط عليه. هو هي الكاميرات دي في كام لجنه في مصر؟ لا هو بقى ده بقى يتسال فيها الوزير. لكن الوزير قال احنا عندنا كاميرات ويعني وزير التربيه. بس التاني دي نماذج مش في كل اللجان. هو حاطط بعض الكاميرا مش بتتكلم. الطالب بيبقى خايف يتكلم فبيمشي. فاللجان دي انا شايف ان من وجهه نظري تعمم زي عندنا في الجامعه. وبعدين الفار في الكوره بيتدخل فوريا. انما الفار في التربيه والتعليم واللجنه مش هيتدخل فوريا. عندنا حاجه اسمها ايه؟ غرفه عمليات. غرفه عمليات دي بتتيح لك انك تكلم رئيس اللجنه في نفس اللحظه لو لاحظت حاجه معينه. وده اللي بيحصل في حالات الغش. لما طالب بيغش في لجنه معينه يقدر غرفه العمليات اللي فيها مكافحه الغش من خلال مركز المعلومات الموجود انه بيبلغ رئيس اللجنه يروح يجيب الطالب اللي صور الورقه من جوه اللجنه وبيعمل له محضر. وده حصل اعتقد في التربيه الوطنيه وفي التربيه الدينيه. كان واحد من فقوس وحد من المنصوره والتاني من الدهلي. جابوهم من جوه اللجان وعملهم محاضر. فده يتيح زي ما عملوا كده في تجاوز الطالب لازم يعملوا كده برضه في التجاوز. هنا بقى المراقبين. انا مع حضرتك اللي بيسحب الورقه قبل الميعاد. اذا كانت اللجنه مش مجهزه للولاد انهم يقعدوا كويس. المراقبين كانوا بيتساهلوا في الغش برضه شافوهم من خلال بيتساهلوا في الغش في نفس جابوهم وحولوهم للشؤون القانونيه. فاصبح بص حضرتك انا شايف ان احنا لو عممنا تجربه الكاميرات زي الجامعه عندنا. احنا الجامعه في الجامعات عندنا في كنترول كبير جدا جدا على الطلاب. الغش في الجامعه قد يكون صعب جدا لان سواء كان اللي بيراقبه سواء كان الكاميرات الموجوده داخل اللي كان. فبتقلل من درجه كبيره جدا نسبه الغش في التجاوز ده. طيب اخر مشكله هي قلقاني انا شخصيا لان انا بنتي طول السنه. بس هسألك بقى على مستواك الشخصي مش على مستوى الانتخاب. انا طول السنه يعني مجهود مادي ونفسي وفي الاخر. كم درس؟ كتير في كل المواد. كل المواد؟ كل المواد. كنت بتاخدي كل الدروس وكل المواد كل مش كلها كلها يعني كلها. في حاجات المراجعات النهائيه. في المراجعات النهائيه كنت بتاخدي درس؟ لا يعني في مواد كنت باخد دروس طبعا طول السنه. في حاجات المراجعه النهائيه. في حاجات المراجعه النهائيه. وحضرتك ما كنت باخد كل المواد. كل المواد لازم يعني ما بينزلوش مدرسه. انا بقيت فئه منقرضه. فدلوقتي التليجرام بيقلقني انا ان مش هيبقى فيه عداله. يعني حد بيذاكر طول السنه او ما بينامش او ولا التاني داخل معاه الامتحان موضوع التداول.